تكلم حتى الداخليه سيد وزير الداخليه وسمع عن طريق سيد الوالي راه موجود تقريبا يوميا في المكان هنايا، اللي ان شاء الله تشرفنا ان شاء الله تكون في الموعد في الانجاز هذا. على بالي اشكاليه تقنيه للطلب تكنولوجي الميتريس ثاني، ولكن نظن عندنا المؤهلات المؤهلات الكافيه صراحه. اليوم انا نشوف لاكادونس طلعت فيما يخص مستوى الاشغال، معنا نظن رحنا نلحقوا. بقات كي تولي 15 يوم انا نقول لك لا ان شاء الله ان شاء الله. عندنا هذه راهي مسؤوليه، عندنا عدد هائل موجودين ناس تستنى في الماده هذه الحيويه والاستراتيجيه. اذا انت راك مطلوب باه تقوي كل العمل تاعك مع المختصين اللي راهم عندك هنايا، راح يوصلوا للوسات ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى للويت لو للنف نجي ندشنوها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الانطلاقه الفعليه باذن الله. ان شاء الله سيدي، احنا هذا مصنع جزائري، ملك جزائري وللجزائريين الكل. الحمد لله ورانا نجندوا كل الامكانيات اللي عندنا احنا باش نكونوا في خدمه الشعب تاعنا والمرضى تاعنا. واحنا كقطاع، واحنا كقطاع ولا حتى سيد الوزير الاول، احنا هذا هو الهدف وهو الانعاش، واحنا ما نفرقش بين القطاع العمومي ولا الخاص. الحمد لله اليوم الحمد لله الخاص راكم تشوفوا الانجازات المهمه اللي يقوم بها، وكاين هناك انجازات راح تكون ان شاء الله عن اسابيع حتى في هذا الاطار، ولكن بكميه اقل. ولكن اليوم هو هذا هو الاولويه في هذا المصنع، لانه راح نقول راح يلبي الحاجيات المستشفيات اغلب المستشفيات على مستوى ان شاء الله هذه القطر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وين إذا مشاهدينا كنتم تتابعون.